السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس صبري. هنكمل على شغل الهندسة الوصفية أو الإسقاط. كنا بدأنا قبل كده في فيديو تعريفي بأنواع الإسقاط، وقلنا يعني إيه إسقاط متعامد أو إسقاط عمودي، ويعني إيه إسقاط متوازي، يعني إيه إسقاط مايل، يعني إيه إسقاط مركزي. كل الكلام ده إحنا اتكلمنا فيه في أول فيديو، وبعد كده دخلنا في موضوع إسقاط النقطة، تمام كده، واشتغلنا فيه. وبعد كده هنكمل النهارده بقى على اسقاط مستقيم. كنا قلنا في اخر الفيديو اللي فات على مساله ان الناس تحلها، وانا ان شاء الله هتلاقي في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده المساله دي محلوله كلينك بالافايه كده، بشوفها تمام تلاقيها محلوله. طيب ودلوقتي بقى هنتكلم بقى عن الموضوع الجديد اللي هو تمثيل المستقيم. فاحنا هنبدا ازاي؟ احنا خدنا الاول تمثيل النقطه، بعد كده بناخد تمثيل المستقيم، تمثيل المستقيم في الوضع العام يعني اي مستقيم وخلاص كده، وبعد كده هناخد تمثيل الايه المستقيم في الوضع الخاص، يعني انواع خاصه المستقيم زي ما هنشوف قدام. بعد كده هنتكلم في تمثيل المستوى، خلاص بقى بدل المستقيم هنتكلم على المستوى حاجه اكبر، وبعد كده هنتكلم على المستوى الخاص. هو ده السيستم اللي احنا ماشيين فيه في الايه في الهندسه الوصفيه او الديسكريبتيف انجينير. طب بص بقى دلوقتي احنا هنتكلم في الايه في تمثيل المستقيم، فعايزك برضو تفهم فراغي. قلنا ان انت تفهم فراغي ده يعني الموضوع مش مهم قوي، بس لو انت عايز فعلا ان انت يعني تبقى فاهم قوي وتعرف تبقى المسائل بالنسبه لك ان انت فاهمها وبتعرف تحلها كخطوات وكمان متخيلها في دماغك، طبعا دي حاجه جامده جدا. لكن حتى لو انت مش متخيل قوي انت برضو تقدر تحل المساله كخطوات، خلاص. بس برضو احنا هنحاول معاك وهشرح لك بحيث ان انت تفهم، وهتفهم لان الموضوع مش صعب، خلاص. فعلا الموضوع مش صعب، تمام. طيب تعالى بقى نتكلم في تمثيل مستقيم. زي ما قلنا احنا عندنا باي 1 وباي 2، تمام. لو انا عندي مستقيم اي بي، سيبك من كل الخطوط الازرق والاحمر والقصه دي كلها، انا عايزك تركز مع الخط الاسود اللي هو مستقيم اي بي ده. مستقيم في الوضع العام يعني ايه مستقيم في الوضع العام؟ مستقيم في الوضع العام يعني زي انا عندي لو السبوره دي باي 2 والارض باي 1، فالمستقيم في الوضع العام حاجه عامله كده. يعني ايه حاجه عامله كده؟ يعني ان هو اي مستقيم في الهواء كده، خلاص. هو ده المستقيم ام، تمام كده. طيب المستقيم ام ده عليه كم نقطة؟ عليه عدد لا نهائي من النقط، خلاص؟ طب هل المستقيم M هو من النقطة دي لحد النقطة دي بس؟ لا، المستقيم M ده حاجة ممتدة إلى المدى نهاية كده وممتدة إلى المدى نهاية كده. دي مفاهيم لازم تبقى فاهمها، في فرق بين المستقيم وفي فرق بين قطعة مستقيم. نتكلم في المستقيم هو حاجة ممتدة لمدى نهاية، عليها عدد لا نهائي من النقط، خلاص كده؟ طيب إحنا عشان نرسم مستقيم في الطبيعي، نرسم مستقيم، ينفع نرسمه نقطة واحدة ولا أقل حاجة اتنين؟ أقل حاجة اتنين. يعني انا لازم يبقى عندي نقطتين على المستقيم عشان انا اعرف ارسمه، خلاص كده، تمام كده. طيب وهو ده الايفن اللي بيبقى عندك في المساله بقى. لما بيقول لك مثل المستقيم بيقول لك ايه؟ بيقول لك مثل المستقيم ام بيفتح لك اقواس مربعه في نقطه A، بيدي لك احداثيات نقطه A اكس A واي A زد A، وفي نقطه B اكس B واي B وزد B، ويقفل اقواس مربعه. وخد بالك، خد بالك ان احنا عندنا المستقيم ام ده بنعمله سمول لتر. يعني ايه؟ لو مستقيم نكتب الحرف سمول، لكن النقط بنعملها ايه؟ كابيتال لتر. وده مش مزاجك، ده اللي احنا ماشيين عليه، خلاص. طيب يبقى المستقيم ام بيديني ازاي؟ بيديني نقطتين فيه اعرف ارسمه، مثلا A و B، خلاص، وال A جيفن وال B جيفن، خلاص. طيب تعالى بقى في شكل فراغ عشان تفهم الموضوع ماشي ازاي. انا عندي المستقيم ام اهو، يعني ايه بقى ان انا عايز اجيب مصادته؟ يعني انا عندي يعني ايه مصادته؟ يعني ده مستقيم اسمه ام، فانا عايز اجيبه لما يجي على الباي 1 هيبقى اسمه ايه؟ بس مهم داش. لما يجي في الباي 2 نجيب مصادته على الباي 2 اجيب ايه؟ اجيب الدبل داش. طيب مش احنا خدنا اسقاط نقطه، واحنا عندنا نقطتين A وB، خلاص. يبقى انا هجيب الداش للنقطه بان انا اجي رايح واخد الداش للنقطه، يبقى انا هاخد شويه على تحت كده وجرايح في الاتجاه ده، اجيب ايه؟ نقطة هنا ده الاحمر دي اسمها الايه ده؟ جبت نقطة هنا هسميها الايه داش، صح؟ اهو. وامسك النقطة اروح اسقطها في الباي 2 اجيب نقطة هنا هسميها الايه دبل داش. نفس الكلام اللي انا عملته في البي، هاجي رايح جايب البي داش ورايح في الاتجاه ده رايح جايب المسقط في الباي 2 اسميه بي دبل داش. طيب يبقى الام داش ايه بقى؟ الام داش يبقى الام داش هو الخط اللي واصل ما بين الاي داش والبي داش، اهو
ما وصلت ده كده اهو، يبقى ده انا اقدر اسميه ايه؟ حاسس معايا؟ ده انا اقدر اسميه ام داش وكاتبه اسمه لو. ولو انا رحت وصلت الاي دبل داش بالبي دبل داش الخط ده هسميه ام دبل داش. يبقى اول طالما انا عندي نقطتين هجيب من النقطتين دول الداش والدبل داش، الداش والدبل داش، البي هجيب لها الداش والدبل داش، اوصل الدبل داش ببعضه يبقى هو اسمه ام دبل داش، اوصل الداش ببعضه يبقى هو اسمه الايه؟ الام داش. صعب كده الموضوع؟ طيب لحد دلوقتي الموضوع كويس، بس انا بقى ايه؟ عايزين نتكلم عن حاجه كمان بقى. ان انا دلوقتي المستقيم ده احنا قلنا ده ممتد الى ما لا نهايه، يعني ايه ممتد الى ما لا نهايه؟ يعني انا عندي مستقيم بالشكل ده، المستقيم ده هيمتد كده تمام، والمستقيم ده هيمتد لتحت كده، صح؟ طيب مش المستقيم ده لو اتمد، لو انا مديته كده هيقطع الحيطه، صح؟ لو انا مد كده في الاتجاه ده هيقطع الحيطه، فنقطه قطعان لما النقطه اللي بيقطع فيها الحيطه اللي هي الباي 2 بتاعي دي، دي نقطه مهمه بالنسبه لي بنسميها الاثر، خلاص؟ بنسميها اثر المستقيم، تمام كده؟ فيبقى المستقيم هيبقى ليه اثر واحد؟ لا خد بالك، ده لما يقطع الباي 2 ادي ليه اثر، لما يمتد بقى يقطع الباي 1 هيبقى ليه اثر في الباي 1. يبقى ايه المستقيم ليه اثرين؟ اثر في الباي 2 اللي هي النقطه اللي هيقطع فيها المستقيم الباي 2، واثر في الباي 1 اللي هي النقطه اللي هيقطع فيها المستقيم الباي 1. طيب بص كده على الرسم دول، بص على الرسم، يبقى انا ممكن اعمل ايه بقى؟ يبقى انا المفروض المستقيم ده لو اتمد كده لحد اما يقطع اهو، المستقيم اللي انا مديله لحد مثلا قطع هنا، فهسمي النقطة دي ار ام 1، خلاص كده؟ يبقى احنا كده عرفنا حاجة اسمها ار ام 1، يسموها الأثر الأفقي للمستقيم، خلاص كده؟ طيب يبقى ار ام 1 دي بتقطع الباي 1 فبسميها الأثر الأفقي للمستقيم، خد بالك بس خد بالك عشان المسميات دي ممكن ايه تزودك، أي نقطة في الباي 1 بسميها أفقي، اي نقطة في الباي 2 بنسميها وجهي. يعني ايه؟ يعني لو انا عايز اقول لك ايه الاي داش دي؟ هتقول لي المسقط الافقي للنقطة ايه؟ طب ايه الاي دبل داش دي؟ المسقط الوجهي للنقطة ايه؟ طيب تاني ايه هي البي داش؟ البي داش دي المسقط الافقي للنقطة بي. طب ايه البي دبل داش دي؟ المسقط الوجهي للنقطة بي. طيب ايه هي الام داش؟ الام داش المسقط الافقي للمستقيم ام. ايه الام دبل داش؟ الام دبل داش دي عباره عن ايه؟ دي المسقط الوجهي للمستقيم ام، خلاص؟ يبقى الار ام 1 دي النقطه دي اللي هيقطع فيها المستقيم ام فين؟ هيقطع فيها الباي 1 فبسميها الار ام 1. وخد بالك بقى، خد بالك بقى، مش الار مش الار ام 1 دي النقطه اللي هيقطع فيها المستقيم في الباي 1، صح؟ مش الار ام 1 دي هتلاقيها هي هي دي ار ام 1 دي نقطه على المستقيم ام. لو انت مديت كده الخط الداش ده، بس عشان انا مش عايز اتلخبط عشان اللغه اهو، يبقى النقطة الـ RM1 دي هتلاقيها على الإيه؟ على الخط الداش برضه، فالـ RM1 دي إحنا نقدر نسميها RM1 داش، صح؟ مش النقطة على المستقيم M، نقطة على المستقيم M، طلعت النقطة على المستقيم M دي في Y1، RM1 دي اعتبرها أي حاجة، اعتبرها نقطة عادية، سيبك من نقطة الأصل، فالنقطة دي على الإيه؟ على الباي، مش تبقى النقطة هي هي مسقطها الأفقي لأن هي فين؟ في الباي 1. فيبقى الـ RM1 على المستقيم M لو انا عايز اجيب لها الداش بتاع الـ RM1 هسميها RM1 داش. طب الدبل داش بتاعها ايه يا باشمهندس؟ الدبل داش بتاعها ايه؟ يعني الدبل داش هي النقطة اللي تقع في الباي 1 دي، هل ليها أي ارتفاع؟ ليها زد؟ مالهاش زد، صح؟ فبنقول إن الـ RM1 دي الدبل داش بتاعها على محور X. لو أنت عندك صعوبة في تخيل، ماشي بس معايا كده وهتلاقي المسألة الموضوع بسيط. خلاص بس انا برضه عايزك ايه حاول على قد ما تقدر تفهم الدنيا ماشيه ازاي. يبقى انا لما بقرا ما بين المستقيم لحد ما يقطع الارض بجيب نقطه اسمها ار ام 1. طب الار ام 1 دي نقطه في الارض، صح؟ طب هو يعني ايه ان انا اجيب لها مسقطها على الارض؟ طب ما هي هي، ما مسقطها هو النقطه، لان النقطه جت على الارض اصلا. هل يبقى ليها زد زي ما شفنا؟ اي نقطه مالهاش زد يبقى الدبل داش بتاعها على محور اكس، لان الزد بتاعها بزيرو، خلاص؟ فيبقى هو ادي الار ام 1 دبل داش. طيب بص، لو انا عملت كده رحت مديت ده كده لحد ما قطع الباي 2 وسميتها ار ام 2. طيب ايه الار ام 2 دي؟ الاثر الوجهي للمستقيم، خلاص؟ وهتلاقيها
هي على الايه؟ على الخط الدبل داش، فهي الار ام 2، هي الار ام 2 دبل داش. ليه؟ لانها جت في الباي 2، فيبقى هي، ما احنا اصلا نسقط النقطه ان احنا بنوقعها في الباي 1 والباي 2، فلو وقعناها في الباي 2 بنجيب الدبل داش بتاعها، خلاص ما النقطه طلعت هي اصلا في الايه؟ في الباي 2، يبقى هي الار ام 2 هي الار ام 2 دبل داش. طيب نزل كده وقفنا مد ده، هتلاقي النقطه دي ممكن هتلاقي تسميها ار ام 2 داش. ليه؟ دي نقطة في الباي 2، هل ليها واي؟ لا، الواي بتاعتها بزيرو، يبقى تيجي على نحو الاكس. خلاص كده؟ بص انت عارف لو مديت ده كمان هتلاقي دول كلهم على خط واحد. طب انا يا باشمهندس انا اتلخبطت دلوقتي. طبيعي ان انت تكون متلخبط دلوقتي، تمام؟ ليه؟ لان الموضوع برضه ايه؟ كتخيلا كده، مش بقول لك ان هو سهل، بس هقول لك بقى الخلاصة بقى، فاهم ازاي؟ الخلاصة ايه؟ الخلاصة ان انا دايما اي نقطه دبل داش، اي نقطه دبل داش تقع جنب دبل داش، يعني ايه؟ يعني دايما هتلاقي، بص بقى الخلاصه بقى، دي الخلاصه، دايما هتلاقي ايه؟ ايه دبل داش؟ بي دبل داش، خلاص؟ ار ام 1 دبل داش، ار ام 2 دبل داش، كل دول يقعوا على ام دبل داش، يعني ايه؟ كلهم على خط الام دبل داش، خلاص كده؟ طيب الاي داش، البي داش اللي هم كونوا لي المستقيم ام، الار، الار ام 1 داش، الار ام 2 داش، كل دول يقعوا على ام داش، خلاص؟ تمام كده؟ تمام؟ طيب يا باشمهندس، طيب يعني ايه؟ خلاص ماشي، فهمنا الكلام ده، بس برضه بتيجي الكلام بقى يجي في المسائل ازاي؟ اللي بيجي في المسائل وطريقه حل المسائل الموضوع سهل، خلاص؟ يعني الفكره ان انت تبقى متخيل بس الفكره من دي، فاهم قصدي ايه؟ الفكره ان انا عندي مستقيم مديلك في نقطتين، بجيب له النقطتين دول الداش يكون الام داش، بجيب له المستقيم دول الدبل داش يجيب لي الايه؟ الام دبل داش، خلاص؟ طب ايه الاثرين؟ ان الاثر الاولاني ان انا لما بدي المستقيم ده يجيب ار ام 1، خلاص؟ الار ام 1 طالما في باي 1 يبقى الار ام 1 هي الار ام 1 داش، خلاص كده؟ طب الدبل داش بتاعها فين؟ طالما النقطة تقع في الباي 1 قلنا يبقى الزد بتاعها بزيرو، يبقى الدبل داش على محور اكس، خلاص؟ نفس الكلام همد المستقيم لحد ما يقطع الباي 2، بجيب ار ام 2، ار ام 2 في باي 2 يبقى هي الدبل داش بتاعها. الداش فين؟ على محور اكس. هتلاقي كل النقط الدبل داش على خط واحد، كل النقط الداش على ايه؟ على خط واحد. خلاص كده؟ طب يا باشمهندس عايزين نحل المسائل، بص بقى معايا في حل المسائل.